إنجازات الدولة المصرية تتحدث عن نفسها. لو احنا بنتكلم إنجازات الدولة المصرية يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، أكيد كل مواطن مصري بيبص حواليه بيلاقي إنجازات، بيلاقي تغير كبير، تغير إيجابي، تغير للأفضل. احنا النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الإنجازات خلال 9 سنوات منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية، وهنتكلم عن ملفات كتير. بنتكلم عن ملفات اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ملف المرأة ملفه مهم جدا، ملف الصحة. حسب ما الوقت هياخد معانا، بيشرفني في الاستوديو ضيفي الكريم الاستاذ الكاتب الصحفي والباحث الاستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجله اكتوبر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل الساده المشاهدين. لو احنا بنتكلم على انجازات الدوله المصريه في ال9 سنوات، قبل اللقاء ده قلت لي انا هفاجئك بالملف السياسي اللي فعلا حصل فيه طفره وتطور كبير جدا. نبتدي بالملف السياسي. تمام، لان احنا كنا فعلا قبل الهوا كنا بنتكلم فكره ان دايما الناس بتبص على فكره التنميه، البناء الاقتصادي. طب عشان نوضح كمان الموضوع، هي الفكره كلها ان الدوله بيبقى لها قوه شامله. القوة الشامله دي مكونه من عده مفردات: البناء السياسي، البناء الاقتصادي، البناء التنموي، مفردات قوتها الناعمه. كل دي مفردات بتشكل في الاخر القوه الشامله للدوله. بعد عام 2014 الدوله المصريه في الحقيقه ابتدت تبني هذه القوة من جديد بعد فترة كانت فيها الكثير من الأزمات منذ عام 2011 لحد عام 2014، إخفاقات سياسية واقتصادية وتنموية، وحتى على صعيد السياسة الخارجية تهميش لدور الشباب، عدم تمكين للمرأة، كل ده كان موجود قبل عام 2014. طيب الدولة المصرية بعد عام 2014 وبعد ثورة 30 يونيو المجيدة استعادت الأول فكرة الدولة الوطنية، وأصبحت الدولة الوطنية هي المظلة التي تحمي هذه القوة الشاملة. ومن ثم بدأت الدولة في بناء مفردات هذه القوة بشكل متوازي. وهنا نرجع لحديث السيد الرئيس في أبو ظبي في مؤتمر الحكومات، حينما تحدث أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى وهي قررت أنها تقوم بالبناء بشكل متوازي، أو تواجه تحدياتها بشكل متوازي. متوازي يعني في كل المجالات أو في كل الملفات مع بعض، مش هبدي ملف عن الآخر. بالظبط كده. حتى في الإطار الأمني مثلا عندنا تحدي أمني ساعتها كان خطير جدا، وهو مجابهة الإرهاب. كنا ممكن نتحدث أن الدولة الأول هتبتدي تبني منظومتها الأمنية وتجابه الإرهاب والفكر المتطرف، وبعد كده تتجه نحو بنائها الاقتصادي، أو بعد كده تتجه لبنائها السياسي، وبعد كده تتجه لبنائها التنموي. لا، ما حصلش الكلام ده. اللي حصل اللي احنا قلنا من اللحظة الأولى بعد عام 2014، سوف نسير في كافة المسارات بشكل متوازي. أيوة. وده عبقرية التجربة المصرية. ان برغم التحدي الصعب جدا، انك كان ممكن تقول طب خلاص انا عندي تحدي، هو تحدي وجودي، تحديات يعني خاصة ما يتعلق بالإرهاب، يعني ده كان تحدي وجودي في الحقيقة، لأن جماعة متطرفة كانت متغرغلة في الداخل وأيضا متنامية في سيناء، وبالتالي أنت مسخر كل أدوات الدولة عشان تجابهها. فكان من الممكن أن تتحدث سوف نعطل كل الخطط حتى ننجز هذا الإنجاز. بالعكس تمام. خلينا نمسك ملف ملف زي ما حضرتك تفضلتي، الملف السياسي. بعد عام 2014 بدأ، أو قبل حتى عام 2014، بدأت الدولة في الفترة الانتقالية تؤسس لبناء الدستور. بعد كده رحنا 2014 الاستفتاء على الدستور، بعد كده رحنا بعد كده انتخابات رئاسية في 2014، وبعد كده مررنا نحو يعني اللي جاي الاستحقاق الانتخابي اللي جاي ده 8 استحقاق انتخابي بعد عام 2014. أيوه. انتخابات برلمانية، مجلس شيوخ. ده البناء السياسي اللي احنا بنتكلم عنه، ده البناء الديمقراطي، انك بتؤسس تجربة ديمقراطية خاضت 7 استحقاقات انتخابية في 9 سنوات. ده رقم كبير جدا حتى مع اكبر الديمقراطيات في العالم. وبالتالي ده معناه انك بتطور ادواتك الديمقراطية طوال الوقت، وايضا بتجعل المواطن يمارس حقه الانتخابي وحقه الدستوري من خلال هذا الامر. ايضا طورت مؤسساتك التشريعية. الاول تحدثنا عن الاول كان طبعا في بناء دستوري واسس لي البنية السياسية المصرية، وبعد كده كان هناك مجلس نواب، لقيت لا ده احنا محتاجين ان احنا نطور اكتر، بقى في مجلس شيوخ، ومن ثم ايضا أحدثنا نوع من أنواع التمكين السياسي في السلطة التنفيذية على مستوى مجلس الوزراء، أصبح هناك معاونين ومساعدي للوزراء من الشباب، وأيضا تمكين للمرأة. المرأة بتحظى بحقائب كبيرة جدا في سواء الوزارة أو مقاعد بعدد كبير جدا في البرلمان. إذن أحدثت نوع من أنواع البناء السياسي سواء على صعيد الاستحقاقات الانتخابية أو على صعيد تمكين الفئات التي لم تكن ممكنة أو كانت ممكنة بشكل صوري. يعني نعم مجموعة من الشباب كانوا موجودين ولكنهم كانوا غير
فاعلين، ولكن الان بنتحدث عن فاعليه كبيره جدا في هذا التمكين، وده سبقه في الحقيقه تدريب وتاهيل. عشان كده كان في برنامج الرئاسي للتدريب والتاهيل، كان في الاكاديميه الوطنيه للتدريب وغيرها من مسارات تدريب عشان التمكين يبقى تمكين فعال. وبالتالي هنا البناء السياسي بدا مع دستور ومر بالبناء الديمقراطي الخاص بالاستحقاقات الانتخابيه، ووصولا لتمكين الشباب والمراه وذوي الهمم ايضا في الحياه السياسيه المصريه. وبعد كده ايضا دخلت في مرحله جديده في هذا البناء السياسي، وهو فكره الانفتاح الذي حدث ايضا في الحياه الحزبيه المصريه، ايجاد ايضا كيانات سياسيه جديده زي تنسيقيه شباب الاحزاب مثلا، احزاب قديمه. ولو ان في اصوات دلوقتي بتنادي بتقليلها نوعا ما، ان ما يكونش في هذا الكم من الاحزاب، احنا عايزين عدد مش كبير من الاحزاب ويكون في تنافس بينهم. في الحقيقه انك ما تقدرش تعمل ده دلوقتي عشان نبقى واضحين برضو، لان انت لكن دي اصوات بتطالب ده دلوقتي. لكن انت لازم تدي كل الاحزاب الاول فرصه، وفي الاخر الحياه السياسيه هي اللي هتفرز الامر. أيوة. ده لان ده مش بايد الدوله ولا بايد اي حد، يعني ما ينفعش الدوله تقول لا هوقف انشاء احزاب مثلا. ده مش يعني مش دور الدوله، الدوله بتتيح مجال العمل لكل الاحزاب وكل من يرغب في انشاء حزب، وبالتالي الحياه السياسيه بعد كده. يعني احنا لو قدرنا ندمج احزاب في بعض كل يوم نفس الفكر نفس، يعني ده اللي انا كنت دايما بسمع. حضرتك أثرت موضوع الحكومة، وده موضوع مهم جدا، إن يمكن كان في السابق إن كانت كل حكومة بتيجي بيكون لها مشروعاتها، لها البلانز اللي بتحطها يعني وبتحققها. الفكر ده في الفترة دي مش هو اللي السيد الرئيس عايز. السيد الرئيس عايز الدولة هي اللي بتحط أولوياتها مشروعاتها، وكل حكومة بتيجي مفروض بتنفذ الخطة الموضوعة، مش على كل وزير. قادر أوصل لحضرتك السؤال ده بقى ياخدنا للملف الثاني، وهو الملف التنموي. وهنا الدولة اعتمدت على استراتيجية مصر 2030 كاستراتيجية رئيسية هنشتغل عليها مع اختلاف الحكومات، مع اختلاف الوزراء، مع تغير المحافظين، مهما يكون هناك من متغيرات داخل الحكومة أو داخل حتى المحافظات، هناك استراتيجية ثابتة. الدولة المصرية عشان ما نبتديش من الأول يجي كل وزير أو كل محافظ بمشاريعه فيبتدي يلغي اللي قبله. لا هنا ده للأسف كنا بنقع فيه زمان. بالضبط. هنا بنتكلم على أهداف قومية كبرى، ملفات كبيرة واستراتيجية بتحملها استراتيجية مصر 2030، سواء بقى في مجالات التعليم، الصحة، القضاء على العشوائيات، وصولا بقى للمشروعات القومية العملاقة، التعمير، البناء، المدن الجديدة. كل ده على فكرة بالمناسبة مخطط له مسبقا في استراتيجية مصر 2030. وبالتالي الدولة المصرية بتعمل بشكل مخطط ومرسوم له مسبقا. وبالتالي هنا الملف التنموي في الحقيقة استند على هذه الاستراتيجية وأوجد آليات تنفيذ ربما أيضا جديدة. يعني مصر في الحقيقة بعد عام 2014 ما اعتمدتش على فكرة أدواتها التقليدية في تنفيذ هذه المشروعات، ولكن كان هناك بقى ملحمة وطنية كما يمكن أن نسميها. بنتكلم بقى هنا القوات المسلحة المصرية دخلت مع القطاع الخاص، مع القطاع العام، مع كافة أجهزة الدولة عشان نبني كل هذه المشروعات التقليدية. نبني رؤية، دي مهمة جدا، لأن الدول اللي سبقتنا يعني بمسافة كبيرة قوي كانت دايما حاطة رؤى، أنا في 2030 هعمل كذا، في 2050 هعمل كذا، ويكون في وضوح. كل فترة بتطلع الحكومة بتقول أنا نفذت من المشروعات دي الجزء بتاع المرحلة دي. وده بيبقى في الحقيقة بيبقى الهدف من إيجاد ساعات مؤتمرات أو حتى حضور السيد الرئيس في افتتاح هذه المشروعات، اللي بنشوف خلالها الوزراء والمحافظين بيستعرضوا ما تم إنجازه لإعلام الرأي العام. بهذه المنجزات. وبالتالي الملف التنموي في الحقيقة اشتغل أيضا برؤية شاملة. هنا بقى بنتكلم على تنمية شاملة من حيث المضمون ومن حيث المساحة. ليه؟ لأن الأول كنا بنتكلم على القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، بعض المحافظات. ولكن الآن بنتحدث عن تنمية من يعني أقصى الجنوب لأقصى الشمال. كل المحافظات، بل كل المدن، بل كل القرى المصرية على خريطة التنمية. والدليل على كده أيضا وجود مبادرة رئاسية زي حياة كريمة. وبالتالي التنمية هنا تنمية شاملة من حيث المساحة الجغرافية، وأيضا تنمية شاملة من حيث المضمون. يعني إيه؟ يعني أنت بتشتغل على ملف الصحة، مع ملف التعليم، مع الملف الثقافي، مع الملف العمراني، مع الملف الخاص بتطوير الخدمات. كل الملفات في آن واحد، كل يعني أو كل القطاعات بتشتغل في نفس التوقيت وبنفس القوة أيضا، وبتنجز بنفس السرعة. وده أيضا كان نموذج للعمل. يعني منذ أن قرر السيد الرئيس أن يضع مفهوم جديد لفكرة إنجاز المشروعات القومية بعد عام 2014، أوجد مشروع قناة السويس الجديدة. وقال في سنة واحدة، وقال في اكتتاب عام، برغم ان الدوله كانت قادره على انجاز هذا المشروع بما تمتلكه من اموال. ولكن هنا الروح، فكره انك وحب ان الشعب يشارك. بالظبط. وكمان الرساله الثانيه في سنه واحده، يعني احنا هنشارك مع بعض وكمان هنختصر الوقت. المعادله دي بتتحقق حتى الوقت الراهن. ظهرت كمان
بشكل واضح جدا ابان جائحه كورونا ما وقفناش، روسيا واوكرانيا والحرب ما بينهما وتاثيرها على الامن الغذائي برضو مش هنقف هنكمل، مفيش سلعه كانت في السوق مش موجوده، وبالتالي ده معناه انك عارف ان في تحديات، والتحديات دي على فكره بالمناسبه يعني مش هتنتهي لان احنا في وضع عالمي صعب للغايه، وبالتالي كان النموذج اللي احنا هنكمل هنسابق الوقت وهنتكاتف حتى ننجز ونصل لحلم الجمهوريه الجديده. وبالتالي ملف التنميه كان بيعمل بشكل متوازي، وايضا بفكره التنميه الشامله سواء من خلال المضمون او من خلال الموضوعات او من خلال كمان المساحه الجغرافيه. ايضا دخلت على فكره التنميه الشامله فكره جديده من ضمن كمان الاليات الجديده اللي احنا بنتكلم عليها بعد 2014. وده سؤال في الحقيقه بيطرح نفسه، يعني ليه الدوله المصريه لجأت لفكره المبادرات؟ وده رد بقى مهم جدا في هذا التوقيت. الدولة المصرية في الحقيقة أوجدت نموذج عمل جديد ومختلف لمساعدة الاستراتيجية الرئيسية اللي هي 2030. يعني الاستراتيجية الرئيسية بتقول لك ماشي هنعمل تأمين صحي شامل، بس التأمين الصحي الشامل ده هياخد من الوقت 10 سنين أو 15 سنة عقبال ما يغطي كل محافظات الجمهورية. طيب هل أنا المفروض أقعد أستنى 10 أو 15 سنة عقبال ما أصل للمريض الخاص بي او الذي يعاني من فيروس سي؟ في جيل كده في النص مش هيقدر يشوف الكلام ده ومش هيقدر يستفيد ومش هيقدر يستنى وبالتالي كان هنا بقى فكره ابتكار المبادرات. وعلى فور راينا اللي هي 100 مليون صحه بالظبط راينا السيد الرئيس يطلق هذه المبادره للانجاز او الانجاز هدف قصير المدى لا يحتمل الانتظار حتى نحقق الاهداف طويله المدى. وبالتالي هذه المبادرات في الحقيقة أنقذت ملايين الأسر المصرية سواء في فيروس سي سواء في صحة المرأة سواء في صحة الأطفال وغيرها من مجالات. وأيضا هذه المبادرات أصبحت نمط مصري في العمل التنموي يختصر الوقت ويتوازى مع عمل الدولة فيما يتعلق بالاستراتيجية الرئيسية. عشان كده كمان حياة كريمة دخلت على الخط وأوجدنا مبادرة أيضا تنموية. نعم هناك استراتيجية مصرية لتنمية الريف المصري، ولكن إيه المانع اللي احنا كمان بجانب هذه الاستراتيجية اللي احنا نعمل كمان مبادرة حياة كريمة وندخل المجتمع المدني مع القطاع الخاص مع الحكومة وكمان يساعده ويبقى احنا بنختصر التوقيت من خلال المبادرة. وبالتالي أيضا العمل التنموي المصري أوجد آلية عمل مبتكرة وجديدة. عشان كده لما بنقول التجربة المصرية تجربة فريدة، يعني تفردها من هذا الإطار أو من هذه المفردات، هو احنا مش بنتكلم من منطلق دعاية وإعلامية أو بعض المصطلحات بنطلقها، بل من يريد أن يستوعب لماذا نتحدث أنها تجربة فريدة عليه أن ينظر للمفردات المستحدثة والمستجدة في هذه التجربة حتى في مجابهة في الملف بقى كمان، فنشوف إيه المعطيات اللي كانت في إيدينا قدرنا نخرج بيها الكلام ده بالزبط. أنا ما كانش عندي كل حاجة متاحة وما قدرتش أخرج كتير بالظبط. لو رحنا بقى الملف كمان، طب انا هتوقف مع حضرتك قبل ما ندخل في ملف اخر، هنطلع فاصل سريع مع كل مشاهدينا ونرجع مره ثانيه. رجعنا مره ثانيه مع كل مشاهدينا، بجد الترحابي بضيف الكريم الكاتب الصحفي والباحث الاستاذ جمال رائف، واحنا كنا بنتكلم على الملف التنموي. كنت حضرتك لسه في اضافه عايز تضيف عشان ندخل على الملف اللي بعده؟ يمكن اخر نقطه في الملف التنموي طبعا فكره تطوير مش عايز اقول العشوائيات لان احنا هذا التعبير اصبحنا يعني ملف كان شائك جدا وكانت قنبله موقوته، دي دايما على حد تعبيري العشوائيات دي قنابل موقوته، انا مش عارفه لان دلوقتي الارهاب فكري طبعا فانا قادره اوصل لافكار، وعشان كده سياده الرئيس دايما يقول انا بطور البشر قبل الحجر. ده دليل ان كل ما تم احداثه في البناء السياسي والبناء التنموي كان هدفه الانسان. وبناء الانسان، وعشان نوضح يعني ايه بناء الانسان، بص على الاسمرات، بص على بشائر الخير، بص على المحروسه، بص على غيرهم من مناطق حضريه الان اصبح فيها اطفال لديهم بيئه حقيقيه، نامن على الوطن ان لدينا اجيال قادمه تستطيع تحمل مسؤوليه هذا الوطن، لان في الاول طبعا كانت الحياه قاسيه وكان الموضوع صعب للغايه بالنسبه للاجيال القادمه. وبالتالي التسخير كافه ادوات السياسه والاقتصاد والتنميه من اجل هؤلاء المواطنين الذين كانوا في مناطق خطره امر في غايه الانسانيه بالمناسبه طبعا، وامر يرسخ للمفاهيم الحقيقيه لحقوق الانسان، وامر ايضا واتذكر حتى في مره كنت بعلق على احد الاستحقاقات الانتخابيه وسئلت احسن مشهد شايفه النهارده ايه، قلت الناخب الذي ينتخب في الاسمرات صندوق الاقتراع، حس بالانتماء، حس ان صوته مهم وحس ان هو اخذ حقه فلازم يدي الدوله حقه، ولما يدي صوته هيحصل له انجاز جديد. فاصبح صوته مؤثر، ودي بقى العوائد الحقيقيه للديمقراطيه. يعني اللي بيسالون هو ايه عائد الديمقراطيه؟ ده العائد بتاع الديمقراطيه ان هذا المواطن الذي اصبح يسكن الاسمرات
أدرك تمام الإدراك أن هذه الديمقراطية ليست شعارات، أيوة. ولكنه حينما يذهب لصندوق الاقتراع ويختار اختيارا صحيحا سوف يحقق له أحلامه وطموحاته، فأصبح يضع أحلامه في صندوق الانتخابات. أيوة. وبالتالي نحن نتحدث عن طبعا ملف كان في غاية الخطورة، إنجازه والانتهاء عليه وإنهاؤه أنهى المتاجرة بأوجاع المصريين باختصار. يمكن احنا شفنا زمان ازاي كان بيتم المتاجرة بهذا الملف، أيوة. وافلام ودعاية على الدولة المصرية واحباط لملف مثلا زي ملف السياحة، ويعني تصدير لمشهد وهو كان ملف شائك محدش قادر يوصل له او يحقق انجاز فيه، لان الناس دي كانت مرتبطة قوي بالاماكن اللي هي فيها وحاسة ان خلاص هي عايشة كده، لكن ده ما يرضيش حد. لو احنا بنتكلم انسانية ده ما ينفعش، ولازم الحياة دي كانت تتغير. بس السؤال هنا هو اشمعنى الوقت هذا المواطن الذي كان لا يثق في احد ومرتبط بالمكان، أيوه. اصبح لديه هذه الثقه في القياده السياسيه وترك مكانه وذهب الى مكان اخر اكثر حضريه. توصل لك ازاي تغير ثقافته؟ بالضبط بالضبط، لانك بنيت في المجتمع ثقه، وهذه الثقه المتبادله ما بين الشعب والقياده السياسيه في الحقيقه هي السر الحقيقي في انجاز هذا الملف وغيره من الانجازات. وبالتالي هذا الملف طبعا ملف خطير للغاية، وتحقيقه ويعني إنهاؤه وتخلص الدولة منه أنا أعتقد أن هو يعني إن لم نكن هو الحمد لله كل يوم بيكون فيه جديد. يعني الجميل برضو أن الملفات دي هي ما أقدرش أقول أنها انتهت أو اتقفلت على كده، لا ده كل يوم إحنا بنشوف بالتأكيد. جديد. لو برضو إحنا في ملف مش عايزة بقى أخفاله خالص وهي السياسة الخارجية، مصر برضو كانت فترة من الفترات كان يمكن ملناش قوي اتصال بكتير من الدول الأفريقية، كان وضعنا أفريقياً مش محبب، وخاصة مصر هي قلب القارة الأفريقية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي غير المفاهيم دي كلها، وأصبحنا دلوقتي لنا مكانة ومشروعاتنا هي بتدرس عشان يتم الاعتماد عليها أو الاعتماد على المصريين في تحقيق تنمية شاملة في أفريقيا. يمكن السياسة الخارجية ملف مهم جدا، وأحد مفردات القوة الشاملة للدولة هو السياسات الخارجية، واللي من خلالها بتقدر تستطيع أن تحقق إنجازات على المستوى المحلي، يعني تحقق مصلحة الداخل، وأيضا تستطيع أن تحقق لنفسها تواجد على الساحة الإقليمية والدولية. خليني الأول أتكلم، هل السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية منذ عام 2014 حققت مكاسب للداخل الأول؟ لأن دايما السؤال اللي في الشارع أنا استفدت إيه؟ أنا استفدت من السياسة الخارجية، أنا ما أدري ما السياسة الخارجية. بس بالمناسبة برضو نمط العمل في الدبلوماسية الرئاسية وفي السياسة الخارجية أو في وزارة الخارجية المصرية خلى المواطن دلوقتي بيتابع السياسة الخارجية. أيوة. ليه؟ لأن لما نشوف مثلا زيارات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، أصبحت هذه الزيارات لا تعتمد فقط على مقابلة القادة السياسيين ولكن أيضا القادة الاقتصاديين. أيوة. أصبح بيبقى في فريق بيطلع مع سيادة الرئيس سواء من رجال أعمال سواء من وزراء عشان نشوف المشروعات اللي ممكن تكون بيننا وبين أي بلد مهما كانت، مش أقول لازم بلد قوية، كل بلد قوية في جزئية معينة. بالضبط. وبالتالي العائد الاقتصادي من علاقات مصر الخارجية في الحقيقة عائد أكثر من رائع، استطعت أن تجذب استثمارات هائلة تنمي يعني المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل المصري، وبالتالي كان في عائد كبير جدا. على الساحة بقى الإقليمية والدولية خلينا نتكلم بوضوح، قبل عام 2014 حصل نوع من أنواع التذبذب في السياسة الخارجية المصرية. أيوة. طبعا قبل 2010 حدث نوع من أنواع يعني في دوائر في السياسة الخارجية المصرية أو في السياسة الإقليمية تحديدا غابت عن الرؤية المصرية، زي الدائرة الأفريقية اللي حضرتك كنت بتتحدثي عنها. أيوة. وأصبحت مصر غائبة عن القارة الأفريقية تقريبا، يعني في طبعا تواجد دبلوماسي سفارات عمل بشكل نمطي، ولكن عمل حقيقي له عوائد بقى على صعيد التنمية على صعيد الاقتصاد على صعيد السياسة لا، مفيش عائد قوي. بعد كده جت طبعا أحداث 2011 ومن بعدها حدث نوع من أنواع التذبذب، استقطاب، محاولات استقطاب دولي للدولة المصرية، رأيناها فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية بشكل محدد، محاولة استقطاب للدولة ومحاولة إحداث نوع من أنواع أن مصر تبقى تابع لبعض القوى الإقليمية أو القوى الدولية الأخرى. وبالتالي أنا بعتبر حتى أن ثورة 30 يونيو حررت مصر من أي تبعية سياسية للخارج. أيوه. لأنها جاءت لتتحدث عن دولة وطنية ذات سيادة تستطيع أن تدير سياستها الخارجية وفق مصالحها الداخلية. جد مصر بعد عام 2014 استطاعت أن تعيد بقى ترتيب دوائر سياستها الخارجية. هنا بنتكلم على دائرة متشابكة وهي الدائرة العربية الأفريقية، أنا بعتبرهم دائرة واحدة، يعني في ناس بتصنفها على أن الدائرة العربية يعني دائرة والقارة الأفريقية دائرة أخرى، ولكن لأن هناك الكثير من الدول العربية هي دول أفريقية والعكس صحيح، وفي تداخل ما بين المصالح العربية الأفريقية، فأنا بعتبر أن الدائرة العربية الأفريقية دائرة واحدة في السياسة الخارجية المصرية.
الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى اعتبرت أن دي دائرة الاهتمام الأولى. أيوه. وذهبت إلى هذه الدائرة لتعمق من العلاقات وتطور من العلاقات، واستندت على الأشقاء العرب وذهبت إلى الأشقاء الأفارقة بيد التنمية والسلام والاستقرار، وحتى وكالة الشراكة من أجل التنمية في وزارة الخارجية وغيرها من أدوات، وحتى أوجدت ما أنا أسميه دائما دبلوماسية الإعمار والتنمية اللي بقت واضحة جدا في القارة الأفريقية. طيب الدائرة الأفريقية مصر عادت فيها من خلال نشاط كبير جدا للدبلوماسية الرئاسية. السيد الرئيس ذهب إلى نقاط جغرافية في القارة الأفريقية لم يذهب لها رئيس مصري حتى في عز زخم العلاقات المصرية الأفريقية. دي حقيقة. يعني بنتكلم على نقاط في غينيا، في طبعا جيبوتي، في الكثير من النقاط. أيضا أحدثت نوع من أنواع يعني أوجدت معادلة في العلاقات المصرية الأفريقية، فكرة المكاسب المشتركة. نحن لدينا الكثير من مقومات التنمية ولدينا تجربة تشبه التجارب الأفريقية، وبالتالي بنتكلم على سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ده مصر اللي بتبنيه. بنتكلم على مشروعات الري كلها تقريبا في جنوب السودان، مصر هي القائمة عليها. معظم الدول الأفريقية الآن تجد مصر. أيضا ما يتعلق بالمشروعات القارية الأفريقية، أوجدت هذه الفكرة. نتكلم على طريق القاهرة كيب تاون، طريق اسكندرية فيكتوريا، الربط الكهربائي مع دول الجوار. أرجع تاني لفكرة الدبلوماسية الرئاسية. أيضا السيد الرئيس استقبل عدد كبير جدا من القادة، وكان لديه حرص على حضور كافة القمم الأفريقية. ودي نقطة تحول في سياسة مصر في القارة الأفريقية، وأعادت مصر مرة أخرى للقارة الأفريقية. أيضا الشق العربي نفس النمط، بل أوجدت مفاهيم كانت غائبة في فترة. وهنا بقى نرجع لقمة شرم الشيخ 2015، السيد الرئيس على طول راح أوضح بعض المفاهيم التي يجب أن تعود لتعزيز فكرة العروبة. تحدث السيد الرئيس عن الأمن القومي العربي مجددا، ومن بعدها رأينا هذا المفهوم يتصدر المشهد العربي، وعاد القضية الفلسطينية للمشهد، ومن ثم على صعيد الدائرتين حققنا نجاح كبير جدا. أيضا طبعا مصر لم تنسى دائرتها أو ترابطها مع الدائرة الأوروبية، وأيضا ما يتعلق بآسيا، وما يتعلق بطبعا أقطاب دول العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، وغيرهم من دول. أصبح كلمة مصر مسموعة ودور مصر محوري، وسواء لو حضرتك بتقوله متزن، والكلام طبعا كتير، وكلام حضرتك في الحقيقه لا يعني كلام سهل يقدر المواطن المصري ان هو يفهمه على طول. واكيد يكون لنا لقاءات لان الانجازات كتير، واكيد مش هنلحق نقولها في حلقه واحده. اكيد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي والباحث الاستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجله اكتوبر. دي كانت فقرتنا الثانيه. كده خلصت حلقتنا. بشكر كل مشاهدينا، الى اللقاء.